نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. بدأ الإسلام حين بدأ غريبا حتى ولو كان بين أهله، سيعود غريبا بين البشرية، فطوبى للغرباء. من عندنا الغرباء هم الذين سيستمسكون بعقيدة التوحيد، هم الذين سيتمسكون بشريعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم الذين سيتبعون الحق ويدافعون عنه. لذلك تجدون في هذا الزمن وفي هذه الأيام أن الإسلام بل عقيدة التوحيد هم غرضهم عقيدة التوحيد، والذي يحمل لواءها هو الإسلام، تشن عليه هجمات من شتى الجوانب. أقوام يدعون أنهم تنويريون، حجتهم في ذلك أنهم يخصن شان التنوير. من يعني التنويرني؟ وهو أنهم يريدون أن يعتمدوا على القرآن دون السنة، بحجة أن السنة ليس الضعيف، ليس المكذوب، ليس ليس ظنية الدلالة، ليس وخصن إنا دجن الطائفة. ذي النجن الطائفة النظني من يسمون بالنسويون، الذين يدعون بحجة تكريم المرأة وبحجة الدفاع عن حقوق المرأة، ولكنه نخسن من يخسن ضوضا، خسن ضوضا على أنه الجن المجتمع يتمرد على النصوص الشرعية ويتمرد على ما أورد على ما أوجبه الله ورسوله، ويتمرد على الدين كله، وأن ينحل من هذه القيود وهذه الضوابط. ذن أولئك الذين يدعون إلى ما يسمى بالمثلية، الشذوذ الجنسي، وهؤلاء يصطدمون مع عقيدة التوحيد ومع لا إله إلا الله ومع الأوامر والنواهي الواردة في شريعة الإسلام، لأنهم يريدون أن ينحل أن تنحل البشرية من الأوامر والنواهي. وبما ذي غتصنف داعيتنا متمغات ميمي، لا لا لا، يجب أن نصنف على أساس ما يسمى بالجندرية، النوع تمغط تمغط لأن ثعب تمغط عايز دايز لأن يعب دايز مرنا عب ذحنجات خسولك محنجيا نعبت باللي انت ذحنجا باللي انت أطفق دايز مرنا عب يحنجيا زقم زواب باللي انت تحنجات باللي خصت نعمل محمد على التحنجات باللي خصت نديرك هذي فقرن تيت يعرف هذي فقرن تيت مكياج هذي فقرن تا وما نويق تغنغهم سنرجع إليه. غير أن أبشع حملة قاد ضد الإسلام هي حملة الإلحاد. الإلحاد في اللغة هو الميل. الإلحاد أيها الأحباب ربما ذيثين من مستورم ذي الموضوع شحرويات وغنقارس معليش يمكن وغنغش هذهم وغنغنغ تغت سبحان وجيت سبحان تقذن تغذ جيجنر وقت ونواي تزيد جيني تسد حديني واتزيد جير تغذ جيجنر وقت واي تزيد جيواه مش هذين هان بعيد يتسد درام تيت بالدغطف يتمونك كم زيد جخ مني ترحنا ضاق زعما نخمي قيد شحروية تغى الإنسان ويزمر يجاهر بعداوته لعقيدة المجتمع القرس وغانغشا يقجان غمانوية وانسي ورشا او تجن ان هي الامه يشنظني يزدجن الاخ جوما ان يبغى شان سيمانه يعذون ان الاخ محمد من موسي ور مخد الدجال اقد الدجال مريض هذا ديوي الامه يتكمر جهنم ان غتغانغ دجاجيله العصر اخطر الدجال نحذر زي النبي صلى الله عليه وسلم وان كان وها خس السور ولكن دجاجيله العصر اخطر واشد على الامه شباب رقنا اذن تغوان غديتي وجان هار غانغ تليفون دي جيب غانغ الكمبيوتر دي ذاته غانغ تلفزيون دي فضائيات غانغ تعوان تفروج دي على من كل عجب يتلقون كل شيء
الإلحاد يمرر دي المقررات الدراسية، الإلحاد يمرر تاونغ دي الرسوم المتحركة، الإلحاد يمرر تاونغ دي رغنوج. وما مجموعة بي تي اس الكورية التي يتابعها الملايين إلا خير دليل. فاون نغذي استيثن خصوصا إثمة نغتيرين دي الخارج مزقت وقت تاون وما قسم يمسر من يخسد ثاقن، يمسر من يخسد ثاقن. المجموعة الكورية ومقان بي تي اس تغنج غاس ملايين المتابعين زي تاون يجي غاجه 10 سنة يجي غاجه 10 سنين يجي غاجه 14 سنة 15 دو حنجة. نهني كلهم شواذ، نهني كلهم مخنثون، نهني كلهم ملاحدة ذي رغنوج سن يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى أنه وذين بوابية نش رابين يخفينو. غاس نجن الأغنية مؤخرا صدرت تسب في الإسلام وتستهزئ بالإسلام، ومن بعد من ديس قال إقرش ألا أنا إله نفسي، أنا أسجد لنفسي. وذي من ذي غاهين نشق ذي نابي. الإلحاد بشتى صوره وأنواعه يقوم على إنكار وجود الله ويقوم على إنكار الغيبيات. لذلك الشباب النغ معرضون لهذا خسان غنفق، والدعاة النغ خسان فاق شوي، الدعاة النغ جيك النوز حضيش حضير، الدعاة النغ الخطباء الأئمة انخرطوا معنا جزاكم الله خيرا، انخرطوا معنا قرقنا نغ الشباب قرش من يتقاد نشدي القضاء والقدر وذي غين نشي الذين القضاء والقدر يرقى الشاب قرش شيشا دليل عقلي باللي قدين عذاب القبر وشينا اللي قدين عذاب بالقبر. ارقى الشاب بقرش وكشايد باللي انت ذينا ربي خرق الكون وانيتا كشايد تتسرب اليهم الشكوك والملاحدة اختت السنم الملاحدة وتشنبوا الحلول. الملاحدة يهدمون ولا يبنون، الملاحدة او الالحاد المعاصر يهدم ولا يبني. تشد الشكوك وهي انتاج شبهاتها، انتاج الشبهات فقط. سمنا يعدوني فقدي الجني الناس القرآن يقر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإذا نغينا نشين الإبلين الحيوانات الذي نوهن خرقا وزو تنطعين درجة الشبهة. وإذا شينني لقذني عذاب القبر يا الله سيدي وأخوني جند بحفوان الناس نقذني عذاب القبر يوني وشو سرمي يا الله سيدي يوني يدق سر بومبه وضيضت خسر بواقي يدق زياد يوني يشوق ماشينا هاتجيث يوني فيطرح الشبهات ولا نعود لهذه وتقذت وتقذت بإذن الله عز وجل غصنا فغنيشان الشبهات تثينا مرة هنتي دراوية مرة هنتي دمستاس مرة خسنت نجاوب بإذن الله عز وجل ونقول فيها ما قاله ساداتنا وهذا ليس من كيسنا. ولكن الغريب أن الشباب انهاروا الزن المعلومة الجاهزة وقان شوى بحث انشاء. لذلك انقرس يمسر من ذور غكتاب الله ذور غسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذور غالعقيدة الصحيحة الصافية النقية من غين تشنج لغق نظرية التطور نظرية داروين لقى الكون وغصب الخالق لقى الكون منتوج تطور يزيد قاب نادم يتوى تغدر قادي دور ذب نادم يرقلو ذني النهار من موى توانا الدور ندي ذو ذو ذن يلا يشر قادي توى دور ذب نادم وين يرقلو ذي جن نهار من موى توانا الدور ندي ذن. لما لم تتطور قرود يومنا وعصرنا لتصبح إنسانا ولتصبح بشرا؟ أجيبني وجوبي قاضي قمول حيد تؤمن بنظرية التطور إن يرقيا ذي جن نهار غانغ ذي قرقود وني جن ذي حديقة حيوان توني جندر غوابي ذي الامازون ذي هديها ميمي عظن تنذي قيم ذي الحيوان ويفهم ميمي ميمي عظن تذي قيم ذي البهيمس ميمي ويطوع ممشي طوع النمزوة هذي ذو ورث بنادم يلا. لقى الكون بمحض الصدفة، الكون وجد بمحض الصدفة إنش مرة منوية بحار ذات أمواج من الأعرابي وسماء ذات فجاج
ذات أبراج وأرض ذات فجاج. مرة منوية صدفة شك من تعنيد شك ونتي قرخيخ من تعنيد شيء أنت شيء شكريش نحشت شيء شيء الميكروفون ونتا يسد شيء إضهاد الميكروفون نغيوز دي الجنس النعيث تليفون نغاك ذقفوس ما يسمعيت شاء حد وإيش كمين تعنيد شك شيء شنو التليفون نمشنو كيف يخلق أو كيف يكون الشيء من لا شيء وصفه ماي سق حسبين شو فهم غشاء اعتبرني لا افهم اعتبرني مغيب اشرح لي كيف يكون الشيء من لا شيء قمرني غش نكات غس صبح نفهم زيدا يداني تثبنا ذهني تغرق لابد يخسو تغيبنا لابد زلمعو الجام لابد قوس غي قنت فوق لابد زوس غي استثبنا من لابد تغيبين تان لابد تغيحرج ايش كتو سيدو شفظها دمني. لذلك أيها الأحباب وجب على الشباب حين يتعرضون لمثل هذه الشبهات ألا ينقلوها أمني وهذه الببغاوات لا ابحثوا. ووجب على الآباء والأمهات أن يجالسوا أبناءهم. العلماء الجنج الاستقراء وفين مش تمسان يمي بديت انتشر الإلحاد ذهم وهن يمسر من في أرض التوحيد وفين ترتان الأسباب رئيسية يتصل لكن ترتان الأسباب رئيسية. السبب الأول هو الفراغ. الفراغ من يتجنب هذا الميتاد في يوزو يحسي فيديو عشرة من وايد وغاس من غيق الفراغ وغاس من غيق والو سوى سيتص جيرت قيس حسا. السبب الثاني هو ضعف المعرفة الدينية. ضعف المعرفة الدينية حتى المدارس النغذور انتقنت 9 ساعاتين التربية الإسلامية سيمانة 9 ساعاتين التربية الإسلامية سيمانة انت سيمانة تكمر كنت خسن توسيد مره كيد الخطبة ذي 40 دقيقة دشيني تولد تولد لأنه واتسيند من دي تذفن كنا واتسيند عدد الساعات التي تنشر من الباطل مره توسيد خفي ذي 4 ساعات هذا شاب الجيل دار 4 ساعات قاعد دنيت وتقعي بخشاء لان شو هذا الزماغ التربية ميت التربية الإسلامية في المدارس بالله عليكم ميت التربية الإسلامية من يجي العقيدة في التربية الإسلامية من محلها من الإعراب غاز المقررات تدور تغل مقررات نتعاونهم التربية الإسلامية الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير كل شيء زي وما حد يكسر كتاب التربية الإسلامية نمسا زامو مقان التربية الإسلامية الخطر عظيم. ولكن أيها الأحباب غومر خباش مخدو سيغل ستي ورغطس مارة من الزيت سري ممو معلك تغيما ذي بنادم تغيما ذي انتم تياكي سديني ذون انت سيدة ربنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وخا إنا اعتدنا للظالمين نارا نحاط به سرادقها ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين عبد رقياد نغ عبر قش يعني تقدقضان. الخطر الأعظم أن هذا الإلحاد يشكل خطرا على المجتمع يشكل خطر على المجتمع مش يجي يشكل خطر على المجتمع زيادة على أنه الملحد والنغيث عند الإلحاد غون الجار إيش تزي اثنين يا إما أبي انتحر لأن الفطرة نسيخ دي خرق صبار بي واتقبر واتقبر من يقانتا مرس سيتا سينيج كما ملحد أشين واسيني تجج أشين والله لنش ملحد يجج والله مش ملحد خميت متشني جن زيسن نتنكانش شن كدعات نقارت والنواكي استدعي شا صار رحمة تنكان دالعلمان
الإخوانيون ذو التنويريون ذو اللادينيون تهجمنا نغنشين كدعاة وتهجمنا العلماء خرش الله من ميزن تقامي وذنو كيزن تدعات شسار الرحمة ممي غودي ممي يا سبحان الله يشتقذ ربي ويجي يوي غادعي ممي ممي من تاجد شكار الرحمة النجن تقاذ ويجي سبحان الله خزع بلات ما أنزل الله بها من سلطان. الخطر أيها الأحباب خطر الإلحاد على المجتمع ميمي لأنه معليك غاستقيم تا هذه الدقز إما ذي انتحر إما ذي ذوري هرش نفسيا إما ذي ذور مختل عقليا إبدا ذي قاس سدوا وذي قار إلى آخره. الخطر الأعظم هو الذي يشكله على المجتمع لأن الإلحاد مهارة غرضه أن يفكك المجتمع وأن يدمر المجتمع. هذه هي ممش هذا من أخزاف كيدي الإنسان خمي غيري قرش ويتي من ساربي ويتي من الحساب ورس العقاب ولا بالجنة ولا بالنار ولا الصراط ولا يجنحش تسمنوية ينكر وجود الله وينكر عالم الغيب وينكر إلى آخره ينكر حتى المدم ينكر وجود الله حتى الأنبياء يكثرون ديزيرون تمارا. بالله عليكم ما الذي سيمنع هذا عن اقتراف الموبقات وانتهاك حرمات المجتمع؟ إن يثيرخ بالله عليكم من يتجن المجتمع ما ريكمر ويسو الشرف إلا أربعة من يتجن يشي تيموران مسر من ديسن البيران صار رخصة نغلم ميم لأنه السني لا حرام في الشخ من غير ويس وذين وغاسب وحرار ورذر حرام تفذ عباد الله مرة تقروا الجوع ذي الزناقية يخني انت واني غي غاب ومي غي غابر عقر الناس أخدمنا تشكني غن الشكير أخدمنا ديتمو بين الناس أخدمنا ذاك الوالدين الناس أكد الجيران الناس أخدمنا ذا ديري صالح ذي المجتمع. لا أعني تخسيش تنظني من يتجاني وذان يمسر من النهارة يش الزينة موجود يش نكرن صغيو ولكن وش المجتمع 38 مليون مثلا مغربي ما الرزونات اشتغال مجتمع نغشير كمثال. لا يمنش تمسى لأن السنن لا حرام السنن غاسا مفهوم الحلال والحرام فخمني غير حل مفهوم من الحلال والحرام خمني غير حل مفهوم على أنه هو ذنب الحساب خمني غير حل مفهوم أنه إذا يستبيح لنفسه أو يبيح لنفسه أن تستبيح كل شيء أذي يشى أذي اختلس أذي زنى أذي سشرب أذي نغ مش غير المجتمع خمي غير ملح مش غير المجتمع وهذا يتعجيب ذاتك سيغر المسا ذاك السيد من عدك ذي ذاك من تقبري ذاك سكرتو موبين وهذا يتعشق خاك الخضاين ياور زيك ذيك قلقهم السيد وهذا يتعجيب شن حشد الحكومة يتنيت حشد قصغ البرلمان وسيمان يعدوني فقدي الجنس زي الملاحدة من المغرب يفقدي الناس صراحة سب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القبر آني تخشمن وسب أمير المؤمنين سبه باسمه زيد ودعا إلى الهجوم عليه وتفجيره في قصره. الناس الملك روح سجن بوتزيات بوتاكاز روح سوق خسر قصا شو الصين غناء مين مخسقان بينما جنا الخطيب نغجنا الامام مرة انتصر الى قول يخالف الاخر ربما غادي تستهوان شو الصين ونيتا من يحميه من وراءه يوذر ذات العلية ذي النبي صلى الله عليه وسلم ذي الامارة المؤمنين بل دعا الى تفجير القصر الملكي سقان خاس عادي وسجن والوات ديوين والو سبحان الله من يحفظ على الناس دينهم وأمنهم. فلذلك قالها قديما زعيمهم الملحد
أستاذ القانون الأمريكي بجامعة ييل الأمريكية آرثر ألين ليف ينات إنش لا توجد طريقة فلسفية لإثبات أن حرق الأطفال بقنابل النابل لأمر سيء. ودين بوش نحجزان سحاق تنغيذي حنجان دي فلسطين سحاق تندي بورما فغاس دسن ديها سقل دسن دي مستي ديها إنش ودين بوش نحجز فلسفية قابل لي مر سحاق دي حنجان دي شان الدولة نغتنغيت نغتسكت خاسن قعستن كي نغتحكتن وباللي غاقاش نحش تعبان تميمي لأنه متحلل منحل زي كورشي هاني تخاس يشتنغني يصب عندهم الجرائم أذين شنجن القانون القانون يقول لك هذين القانون يضبط الأمور أي قانون قانون البشر والله ما زمان هاكر قانون يجا يقول لك العبارة أن الناس سواسية أمام القانون زعما تحس تمثيل ستيل ستيل تجا تطبق ها تطبق مش نغاص في الإدارة النغديس أنشر نقص خمسة ساعاتين أديسي الجنة دي كثير كازستي هذه قضى حاجة وين يا القانون ما يجر قانون من ميخت اي قانون اواخا هانك مش يجر قانون القانون اني في مخططهم ان ينقلبوا عليه بتشريعات قانونية خميني غنقضخ الدين خمي غنقضخ الحلال ذا الحرام خمي غنقضخ فكرة انه قادين الحساب دين عربا غاسنا اقوع القانون يهوان مغوي جين القانون قانون الشيني في جين الشيني تغيب الدرن قانون شيني في جن شيني تغيب الدرن إذا الناس تغز الزينة تغذين الزينة مجرم ذي القانون أنها رزنك أنت قانو زوز ذي القانون رفع التجريم عن العلاقات الرضائية وذي القانون هاد نق القانون يزد يويا يزد ما تتوي ثم أي نواها غان ازدراء الأديان مجرم ذي القانون يهوان الحر تحتمي ظلت حرية التعبير وحرية الفكر وحرية وحريات والمنظمة تدافع عنه الأمم المتحدة تساند والهيئات ضد خلتي 12 ملايير دولارات أنا قبل سب الذات الإلهية غير مجرم وغادي نبوش أن القانون يقام ممنوعة سب ذار بين غد النبي صلى الله عليه وسلم لأن حرية التعبير لأن غاسن وخاسن يدافع عن خميد غايب فوق الخطيبة ديار هذا سنين هوات السن لأن أنت وغاسب النقابة خاس غايدافع عن